تنظيم داعش الإرهابي جغرافياً، إلا أنه لا يزال يشكل خطراً كبيراً على المنطقة والعالم. شخص من أحد مكونات الكردية ويمثل أخوة الشعوب بين أكراد وعرب و ولاتي تركي هاق لي نوكافي هاق نوكيك وفي حكمي ب كاتشو مدن يعني هاق نوكيك وفي حكمه دولتي تركي بيريك كان شغال الشهيد أم حسين أم همزان.